ابن عمان الصديق العزيز سفير. دكتور، تعرف اليوم الأمن الغذائي واحدة من يعني الملفات المهمة جدا على طاولة كل رؤساء الدول بما فيهم اليوم دول المنطقة، أقصد هنا العراق ودول الخليج. يمكن كانت حرب أوكرانيا واحدة من الأسباب اللي يعني شوي خربطت ملف الإيصال اللي أبرز الملفات الأمن الغذائي هي الحنطة. تتوقع اليوم العراق ضمن هاي خطته الاستراتيجيه سواء عند الحكومه بمطاحنه باستيراداته، هل هو بالخط الامن لوضعه بالامن الغذائي بما يتعلق بالحنطه؟ هل العراق اليوم مهيئ ان يكون يعني واحده من الدول التي ترعى بزراعه حنطه تنافس ما موجود بدول المنطقه؟ تفضل دكتور. شكرا لك. نعم، يعني تركيزك على الحنطة تحديدا في هذا اللقاء هو تركيز مبرر وله أسبابه. نحن نعلم بأننا في منطقتنا المصدر الأساسي للبروتين النباتي والغذاء هو من القمح، وبالتالي هذه السلعة الاستراتيجية لها تأثير مباشر على حياة المواطن وعلى تحقيق الأمن الغذائي. إذا ما نظرنا إلى واقع العراق خلال السنوات السابقة ولغاية الآن، نجد بأن نسب الاكتفاء الذاتي من القمح هي نسب عالية مقارنة بدول الجوار. وعندما نذهب إلى ما يتم استيراده سواء كان في قبل 4 سنوات بالمليون و300 ألف طن أو بالمليونين طن، نجد أنها أيضا مبررة كون لابد من خلطة محددة بأنواع أخرى غير القمح العراقي حتى نستطيع أن نعطي الخبز أو الرغيف النوعية اللازمة للمواطن. شيء جيد أنه أيضا الحكومة تدخل في باب هذا الاستيراد لتأمين المطاحن بهذه النوعية من القمح ومن الطحين. أولا زي ما ذكر الدكتور، أنت بتوفر العملة الصعبة من استيراد البديل من الدول المجاورة، عدا عن فرص العمل المتاحة داخليا، عدا عن إبقائك الرصيد والمخزون الاستراتيجي اللي بيأمن لك الأمان والاتقاء الصدمات من أي هزات في سوق الغذاء العالمي، سواء كانت من ناحية ارتفاع الأسعار بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار النفط وغيرها، أو حتى من ناحية قلة المصادر كما حصل في أزمة أوكرانيا، أو بسبب سلسلة التوريد وطرق الإمداد. ونحن نرى بأن طرق الإمداد الدولية تتعرض الآن إلى نوع من عدم اليقين، سواء ما يحدث في البحر الأحمر أو غيره. يعني حتى قناة بنما لم تسلم من هذا الموضوع، الجفاف أدى إلى تعطيل عمل القناة وهذا أثر على سبل وطرق الإمداد. لذلك ما تقوم به الحكومة واللي تفضل فيه الدكتور حيدر بضمان حصة البطاقة التموينية وحصة المصاحف والحفاظ على مخزون استراتيجي، أتوقع أنه يكفي في العراق لغاية الآن لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر حسب الرقم اللي ذكره بمليون وثمانمائة ألف طن، صلحني إذا كنت غلطان. وأتمنى أن يتم السعي إلى زيادة هذه المدة بحيث يكون دائما الخزين الاستراتيجي. طيب دكتور، حتى ما عبر هذا الملف دكتور، يعني شوف التقارير اليوم هي تخرج سواء من حكومات الدول المنطقة، أنا أعمم الموضوع حتى أخص به العراق بعدين. التقارير اليوم اللي تطلع من دول المنطقة سواء يعني على مستوى قارة آسيا أو أوروبا، هي كل التقارير هي يعني الأغلب خلينا نقول هي مقلقة بهنالك أزمة بالأمن الغذائي وتحديدا بما يتعلق بالقمح. وهاي التقارير سواء على مستوى حروب، على مستوى تغييرات مناخية، ايش قد مستوى تأثر العراق ضمن اليوم التقارير وأرقامنا الموجودة، ايش قد ممكن العراق يتأثر بهذه الأزمة؟ يعني ما بدي اقول أزمة يعني جفاف أو أزمة عدم وجود، بس ايش قد يتأثر بملف عدم تأمين أمن غذائي للعراق على مستوى العالم؟ إذا ما ركزنا على موضوع الحنطة والقمح تحديدا، نجد أن نسبة الإنتاج المحلي هي نسبة عالية مقارنة بمجمل الاستهلاك، لذلك هذا نوع من المخاطر يصنف بأنه خطر ضعيف ليس خطر عالي الخطورة.
أو عامل على الخطورة. الآن إذا ذهبنا إلى النقطة الثانية وهي ارتفاع الأسعار، نجد أيضا بأن قدرة ميزان المدفوعات العراقي على تلافي فرق الأسعار إن وجدت أيضا قدرة عالية، وهذا يجعل هذا الخطر أيضا ضعيف. والآن نذهب إلى الملف الآخر اللي هو ملف طرق الإمداد. موقع العراقي يتيح له بأكثر من طريق إمداد، لن يكون فقط الخليج وميناء الجنوب ميناء البصرة هو الطريق الوحيد، وإنما الطرق البرية الأخرى المرتبطة بدول الجوار سواء كانت عن طريق تركيا أو إيران أو الأردن أو غيرها. لذلك نجد أن هذه ميزة أيضا تقلل من الخطر، فتصنيفي أنا لثلاث أسباب الخطر على الأمن الغذائي والكفاية من الحنطة تقريبا بثلاث مستويات هو ضعيف بالنسبة للعراق. دكتور فاضل، أنا ما أفوت بتفصيلة محلية، خلنا أخذ شوي المدى الأوسع. أنا تكلمت عن الأمن الغذائي. اليوم العراق شوف اليوم ده يسعى أنه يوازن بين المستورد وبين المحلي. اليوم تتوقع يعني أغلب الدول اللي تتعامل ويا هذا ميزان، مثلا أنا أستورد حتى أغطي جزء من احتياجاتي وأبقى أنا عندي خزين استراتيجي كامل وأغطي سلة الغذائية كامل. ممكن العراق هو الدولة المتقدمة بالسلة الغذائية، ماكو دول عندها سلة غذائية. هل من ممكن العراق اليوم مادة فنية وعلمية، هل العراق ممكن أنه يأخذ أنواع من الحنطة تغني حتى عن المستورد بزراعته؟ شكرا لك. هو حقيقة اللي بنجح زراعته في الأراضي العراقية وفي الطقس اللي موجود هي الأنواع المستخدمة واللي تم تطويرها من مراكز تصديق البذور ومراكز إنتاج البذور في العراق عدة مرات، ولها أسماء حتى عراقية لأنها تلائم الطبيعة المحلية. أما ما يستورد من يسموه الهارد كور واللي ينتج في مناطق أخرى ليس مضمون نجاح زراعته في العراق لأسباب تكيفه مع البيئة والتربة والبلوحة والمياه وغيره. فلذلك لن تصل إلى نقطة بحيث أنك لا تستورد طحيناً أو قمحاً نهائياً. القمح المستخدم لأغراض إما بلند خلط من أجل إنتاج قمح أو خبز أفضل مع القمح المحلي، أو لأغراض إنتاج المعجنات والكيك وغيرها والصمون، هذه راح تبقى ضرورية. ولكن لا تنسى أنا عندي تخوف بزاوية أخرى اللي هي هل القمح ما يتم استلامه في وزارة التجارة كاملا يذهب إلى استخدام الخبز من خلال الحصة التموينية، أم أن هنالك منافذ أخرى تنافسها؟ والمنفذ الآخر اللي بتخوف منه هو منفذ العلف، كون الأعلاف عالميا أسعارها ارتفعت، لذلك قد يلجأ المواطن بقلة أو للتوفير من أجل استخدامه كأعلاف. فهنا يصبح لزاما عليك أن تستورد من الكميات ما يغطي هذا الفرق، لأنه بالمحصلة إحنا بنحسب ليس حصة تموينية وأسواق أفران، نحسب استهلاك الدولة كاملة بشكل كامل، استهلاك المستهلك كامل. كم نعم. استهلاك مطلوب مني على سبيل المثال استهلاك 8 مليون طن، منها 2 مليون استيراد ومنها 6 مليون إنتاج. هذا الرقم إذا نقص من الإنتاج المحلي وذهب إلى الأعلاف راح يزيد رقم المستورد، لأنه هذا الرقم ثابت المستهلك. كم يستهلك المواطن العراقي في السنة؟ هل يستهلك 100 كيلوغرام كل فرد في السنة، أم زي ما تفضل الدكتور أنه يوزع له 9 كيلوغرام شهريا؟ يعني أنت تتحدث عن 108 كيلوغرام بالسنة هي كافية. لذلك هو هذا الرقم الأهم إذا أنا بدي أحسب الاستهلاك كم مجموعه، يغطى عن طريقين استيرادا وإنتاجا، وهنا نسبة الإنتاج إلى الاستيراد هي المهمة. إذا أخذت الأرقام العالية اللي ذكرتها 6 مليون إنتاج و2 مليون استيراد، يعني أنت بتتحدث عن نسبة عالية جدا، 6 من 8 يعني يقارب يقدر يمكن يسيطر على الوضع. طيب دكتور، أنا نعم تفضل، إذا عندك إضافة. نعم بس ط-
اي الممكن للعراق، تعرف اليوم العراق هو عنده خصوصيه بهذا الملف اللي خصوصيه القمع، مو بس العراق حتى دول المنطقه دول عربيه عندهم خصوصيه وهي عمليه يعني القمح او الخبز او الصمون. اليوم العراق تعرف عنده الخصوصيه الثانيه هو بالاستهلاك الكبير لعمليه القمح. انا بعمليه الاستيراد والتصدير هاي يمكن يبوبها وزاره التجاره، بس انا احكي على عمليه الزراعه. اليوم هو اليوم هي الثمره الاولى هي بالزراعه. تعرف اليوم اكو مباحثات اليوم بالعراق ويا تركيا وايران بعمليه اطلاقات مائيه، خزين مائي، وقبل فتره كان عندنا مؤتمر للمياه والخطه الزراعيه توضع هي قبل فتره. اليوم اكو تخوف عند المختصين وعند جنابك بعدم تامين زراعه الحنطه اليوم بالعراق بهذا المستهلك. انا اقول اثبتت ممكن اثبت على 6 مليون انا احتاج مثلا، عن الزراعه اليوم مفروض توفر لي 6 مليون بزراعتها 6 مليون طن. اليوم انا اشهد لعمليات جفاف، عندي تغييرات مناخيه كبيره جدا، هاي المخاوف ممكن اني اخذها بالحسبان بزراعتها وتوفير الحنطه بالعراق تحديدا، او ممكن حتى دول المنطقه. يعني اذا صار عندك جفاف بالدول المنطقه او المصدره يمكن راح يعلي السعر بالحنطه. تماما مثل ما ذكرت، هذه الزراعه لها مخاوف عديده. اول هذه المخاوف الاطلاقات المائيه وتوفر المياه، خاصة مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة اللي بتم طبعا بهذه الحالة استهلاك مياه أكثر. فإذا كان هناك شح فيما يردني من مياه من خلال المياه السطحية راح يأثر على المساحات المزروعة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك مخاوف تتعلق بالسماد أيضا، ارتفاع، أنت تعلم بأن ارتفاع أسعار السماد عالميا ارتفعت بشكل يعني خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفعت ضعفين أو أكثر، هذا أيضا يساهم برفع الأسعار. في عندنا جانب آخر، مدى استخدامنا للمكننة. المكننة جزء أساسي ومهم جدا في عملية سواء البذار اللي هي أسعار البذار غالية أو في عملية الحصاد، وطبعا لا تنسى الفاقد والهدر الغذائي. وخليني أرجع أركز على الفاقد بحالتنا إحنا في الزراعة اللي هو ما نفقده من لحظة الحصاد إلى حين وصوله إلى مخازن وزارة التجارة. هل طرق النقل وما يتم وطرق الحصاد كافية لأن تضمن لنا حد أدنى من الفقد؟ هذا الفاقد كله أيضا يذهب هدرا ويذهب هباء منثورا. أنا ما بدي أحكي عن الهدر لأنه الهدر بتعلق باستخدام المواطن، وإحنا ما شاء الله في منطقتنا العربية والعراق جزء منها هدر المواطن للقمح والخبز والرغيف يعتبر يعني نسبة معدلات كبيرة جدا. طيب أعتقد نعم تفضل دكتور فاضل. بالعادة إذا نسمع اليوم الدول المتقدمة بالحنطة أو المصدرة، ما شفنا واحدة من الدول العربية اليوم تقدمت بنوعية حنطة. أعتقد يمكن مصر، يعني أعتقد يمكن إذا ما تخون بنوعية حنطة معينة. البيئة تحكم هنا، بيئة الأرض ولا المناخ ولا يعني ليش ما موجود دولنا العربية بما فيها خلينا نقول العراق ودول المنطقة بإنتاج حنطة الضاهي ما موجود اليوم الدول الأوروبية؟ نعم، قبل ما أدخل وأجاوبك على هذا السؤال خليني أذكر ملاحظة بالنسبة لقدرات التخزين والسائلوهات، وأنت ذكرتها وهي نقطة مهمة جدا حتى تستطيع أنك توفر خزين احتياط لعدة أشهر. الآن في طرق حديثة غير السائلوهات اللي هي مكلفة وكبيرة وضخمة اللي هي المستوعبات، وفي دول في المنطقة نفذت هذه الخطة، وهذه المستوعبات هي أرض مقصوطة ويتم تغطيتها بطريقة فيها تفصيلات فنية لكن كلفتها قليلة، وثبت نجاحها في عدة دول على ما أذكر الأردن تستعملها، وللسنة السادسة على التوالي سليمة وكلفتها قليلة. عودة إلى السؤال الآخر اللي هو الدول العربية، نعم الدول العربية تطور أنواع، يعني في مصر تم تطوير أنواع قمح، وفي الأردن أيضا تم تطوير أنواع واستنباط أنواع جديدة، ولكن ما هي الأنواع التي تطويرها؟ هي نفس الخريطة الوراثية للأنواع الناجحة محليا يتم تطويرها لإعطاء واحد زيادة إنتاجية أعلى، اثنين مقاومة للأمراض،
ثلاثة مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة والملوحة، فهي عبارة عن تقوية للصنف الذي نمتاز به. نحن نعلم جميعا بأننا منذ 10,000 سنة منطقة شرق المتوسط، أقصد فيها العراق وسوريا والأردن، هي موطن القمح في العالم. القمح نبأ يعني بدأ من هنا، ولذلك هذه النوعية الموجودة تلائم هذه المنطقة ومناخها. الآن التحديثات الوراثية التي تمت على بعض الأصناف في أمريكا وفي غيرها من الدول، إيطاليا وفرنسا وحتى تركيا، كانت تلائم الطقس الموجود في هذه الدول، وفي نفس الوقت تلائم الاستخدامات. معظم هذه الدول تميل إلى القمح الذي يستخدم للصلب في المعكرونة والسباجيتي وغيرها أكثر من استخدامه للخبز. الخبز بشكل عام، نحن أكثر دولة في العالم، أكثر دول العالم كلياتنا، شمال أفريقيا والشرق الأوسط أو الشرق الأدنى، نسبة واستخداما للخبز وارتباطه بمفاهيمنا التقليدية. فلذلك يتم تطوير هذه، ولكن لن يتم استبدال ما يتم إنتاجه في دول أخرى، النوعيات اللي تنتج، يعني راح تطلع نفس. وشكر موصول لصديق العزيز سفير الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو الدكتور فاضل الزعمي من عمان. شكرا لك دكتور. شكر موصول لكم سادة المشاهدين، حتى نلتقيكم بملفات أخرى. إلى ذلك الوقت، في أمان الله.